مساء الفل. عمرك فكرت قبل كده ازاي الفشار ممكن يأثر اقتصاديا في حياة الناس، وخصوصا بقى في صناعة السينما والافلام؟ وعشان تعرف بقى في شوية الفشار الصغيرين دول هم اللي خلوا صناعة السينما والافلام تستمر في وقت من الاوقات. وتعالى اقول لك بقى القصة دي بدأت منين. في سنة 1885 ظهرت اول مكنة فشار في امريكا، والامريكان كانوا اول ناس ياكلوها في الشارع بشكل كبير، كانوا من انواع التسلية ولان سعرها وقتها كان رخيص. بعدها ب 10 سنين وتحديدا في سنة 1995 بدأت صناعة الفن والافلام تزدهر بشكل كبير جدا، وبناء عليه بدأت دور العرض والسينمات تزدهر بشكل كبير في امريكا عشان تعرض الافلام الصمتة المتحركة زي افلام شارلي شابلن الكوميدية اللي اكيد عدى عليك او شفت منها اجزاء قبل كده. وطبعا التجار بدأوا ان هم يقفوا بعربياتهم قدام السينمات ويبيعوا فشار للناس اللي داخلة تتفرج على الافلام. في الحقيقة بقى ان السينمات ما جاش معاهم الكلام ده، الناس داخلة تتفرج على فيلم صامت ومفروض ان هم من طبقات المجتمع الراقي، وانت داخل لي بكيس فشار وداخل تتفتف وتخرفش وتعمل لي دوشة. وقتها اتمنع الفشار بشكل نهائي من دخول السينمات، لا وكمان السينمات كانت بتطرد البياعين اللي بيقفوا قدام. وفضل الكلام مستمر على كده لحد سنة 1929 وتحديدا مع بداية فترة اسمها فترة الكساد الكبير في امريكا، خلت اقوى دوله في العالم وقتها تتعرض لاكبر ازمه اقتصاديه في التاريخ الحديث. والازمه دي ما عادتش سنه ولا اتنين، دي استمرت 12 سنه متواصل. ساعتها السينمات ودور العرض كانت انتشرت بشكل كبير جدا في امريكا، وعشان الصناعه ما تقعش في عز الازمه دي السينمات رخصت ثمن التذاكر جدا، والسينما بقت ارخص تسليه موجوده للشعب الامريكي في عز الازمه والكساد. وكان لازم وقتها السينمات تدور على حلول مبتكره تزود بيها دخلها عشان تقدر تكمل. وزي ما توقعت يا صاحبي، ما لقوش حاجه اسهل واكسب من الفشار. هات يا عم عربيات الفشار واجر لها باكيات قدام السينما واسمح بدخول الفشار وهيص الناس كمان. السينمات بعدها لقيت الموضوع مربح وجدا كمان، بس الكلام ده ما كانش ليهم، كان لبائعين الفشار اللي الواحد منهم بيعمل 30 دولار في اليوم، يعني حوالي 2000 دولار باسعار دلوقتي بعد معادله التضخم. تصدق بالله يا ريتني كنت انا يا اخي. بعدها مباشره اتحركت صناعه الفشار من بره لجوه السينمات ودور العرض، لانها ما كانتش مكلفه خالص، لا من حيث الخامات ولا المكنه او الميكرويف اللي بيعمل الفشار. وقتها دخل الفشار البسيط اللي انت مستهون بيه ده كان بيمثل حوالي 25% من اجمالي ارباح السينمات ودور العرض. ودي يا صاحبي كانت قصه الفشار النهارده معانا. وخد الكبيره بقى، العالم حاليا بيستهلك اكتر من 165 مليار لتر من الفشار كل سنه، وطبعا استهلاك الفشار بيتقاس بالحجم مش بالوزن او بالكميه. وكمان حجم اقتصاد الفشار في العالم بيعدي 25 مليار دولار سنويا، حاجه غريبه جدا مش كده؟ خد فشار يا صاحبي. وقبل ما امشي بقى حابب اسالك سؤال، اما بتخرج خروجه سينما حلوه كده مع اهلك او حد من صحابك تدفعوا كام كده في شويه الفشار اللي تاكلوهم مع بعض؟ يا ريت ترد عليا في الكومنتات. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم، سلام.